إدراك أول صلاة الجماعة يا إخوة فضيلة عظيمة، ومن حرص على إدراك أول صلاة الجماعة فهذا دليل على الخير فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول، بمعنى يتأخر عن إدراك أول الجماعة حتى يؤخره الله، هذا الذي في الصحيح وفي رواية صحيحة حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: لأنه إذا تعود أن يتأخر عن صلاة الجماعة عن أولها يوشك أن يتأخر إلى آخرها، ثم يوشك أن يتأخر عن صلاة الجماعة بالكلية، ثم يوشك أن يتأخر عن الخير.